السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم عندي في قناتي وقناتكم مروة صفا تي في. هذا النهار غادي نقدم لكم واحد القماش كما وعدتكم الأسبوع اللي فات، درنا أسبوع ديال الشعر. هذا النهار غادي نبداو بالماسك نتاع الوجه، وأول حاجة خاصنا نبداو بها أننا كيفاش نضفو الوجه ديالنا قبل ما نديرو أي ماسك. إلا ما نضفناش الوجه ديالنا ما عادش نقدرو نديرو شي وصفة ديال شي ماسك. نبداو على بركة الله بعد الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندي هنايا دائما ما تبغو تخدمو خدمو شي حاجة ديال الزاج ولا شي حاجة ديال البلاستيك، ما تخدموش في شي حاجة ديال الحديد. نبداو هنا بالقهوة كما شفتوها، القهوة يعني بلدية مطحونة، يعني اللي كنديروها في الكاسرونة طيب، يعني قهوة عادية كل واحد كيفاش يسميها على حسب الدولة على حسب البلدان كما شفتوها، لكن الا تبان لكم مزيانه في التصوير غادي تعرفوها باللي قهوه مطحونه اون بودغ دو كافي. نبداو هنايا بسم الله، خديت جوج معلقات، نتوما على حساب الاشخاص وعلى حساب نو يبان لي شويه قليل نزيد شويه، ندير ربعه باش يجيني ليشان. غندير ربعه ديال المعلقات كبار، يعني ما يعادل جوج معالق كبار. ناخذ ياغورت ناتور كما شفتوا هنايا او زبادي، انا ما كندير الاشاره حتى شي حاجه غير باش الناس اللي ما كيعرفوش يقدروا يشوفوه. ياغورت ناتور هو بالماء ديالو. بسم الله ناخذ ربعه ديال المعلقه، يعني نفس القياس نتاع القهوه نفس القياس ديال الياغورت. فوالا اربعه، نخلطهم مزيان مزيان. وهاد هذا عن تجربه يا البنات، هادي عام وانا كنستعملو والله القسم الا مليح، ماشي غير يعني ماشي غير الوجه يعني حتى الجسم الانسان. عفوا نحاول ندير هكا الكاميرا، نعتذر منكم مانيش عارفه واش راه كيبان لكم التصوير انني الاشعه الشمس ضاربه في السرج نتاع الكوزينه وانا كنصور لكم في الكوزينه. المهم نوليو للموضوع ديالنا، عفوا نعتذر منكم. كما شفتوا كنخلطوه مزيان 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 مزيان، ومن بعد غادي نزيدو. خليوني نغسل المعلقه باش نستعمل العسل. ناخذ العسل كما شفتوا معايا، نقرب الكاميرا باش كيبان لكم العسل. العسل من الاحسن يكون حرة، العسل غير جوج معالق ماشي، يعني عقلوا معايا مزيان. هنا عندي ربعة ديال المعالق يعني ما يعادل جوج معالق كبار، هنا كذلك ربعة صغار ما يعادل جوج معالق كبار، وهنايا جوج معالق صغار ما يعادل معلقة صغيرة كبيرة. الا كنتو غادي ديروا الوجه ديالكم كما انا دركي الموضوع ديالنا، نعتذر منكم الماشينه نتاع الكسوه راه كتخدم. نحاول نقرب الكاميرا، الا كنتو غادي ديروه الوجه ديالكم تكتفيو غير بهذه الوصفه هذه هكا، والا كنتو غادي ديروه للجسم نتاعكم بصفه عامه ديروا معلقه حامض. ركزوا مزيان معايا، الا كنتو غادي ديروه غير الوجه ركزوا غير على هاد غير القهوه والعسل والياغورت، لكن الا كنتو غادي ديروه كاغوماج للجسم كامل في الحمام، هو اصلا كيتحتاج من تمشيو للحمام اولا من كتكونوا دوشوا لداخل في الدوش نتاعكم، حقاش غادي نرجع لكم البانيو حالته حاله. ديروا معلقه حامض، كنتو غادي ديروا الوجه ما تستغناو على الحامض. انا هنا ما غاديش ندير لكم الحامض، غير قلت لكم هنا كما شفتوا القهوه كتصبع على هذا الخليط هذا، عفوا كتصبع على هذا الخليط هذا كامل كما شفتوا هنايا، هذا كيقشر الوجه وكينظفو وكيساعد من تخفيف التجاعيد يعني. وهذا المكون كيكون عندنا في الدار ومكان، وحتى القهوه يعني انا درت لكم القهوه قبل ما نستعملها، نتوما تقدروا تعوضوها الا ما كانش عندكم القهوه بزاف، تقدروا تعوضوها من بعد ما تستفيدوها في الكاسرونه ديالكم وتبغيو ترميوها، هذيك البقايا ديال القهوه تقدروا ديروا بها هكا هاد الماسك، نتوما لكم الاختيار. يعني الناس اللي كيكون عندهم الله يحسن العون ما عندهمش القهوه بزاف يقدروا يعوضوها حتى ببقايا القهوه، يشربوا القهوه الماء ديالها وهذاك البقايا يديروه ماسك للجسم ولا للوجه. انا درت لكم قهوه يعني مازال ما نستعملهاش، راكم شفتوها بعينيكم ها هي.
فوالا هاد الوصفه هادي والله العلي العظيم انا ما كنجيب لكمش حاجه غير من الفراغ. هادي انا نجيب لكم الوصفات اللي انا شخصيا كنستعملها للوجه ديالي. كينظف الوجه ديالو ديال الانسان وكيخفف من التجاعيد وكيعطي واحد النظره للوجه ما شاء الله. غادي نسيل لكم غير في الساع على اليد ديالي، يعني تخيلوها هو الوجه غادي ديروها بهذا الشكل هذا. ومن تبقاو تحكوا هاد الحبيبات نتاع القهوه كتعطي كتشد الوجه ديال الانسان، راه يعني الجسم كافه كيكون متقب كما نقولوا. هاد الفراغات هادو كما شفتوا هنايا، هاد الحبيبات عفوا كينظفوا الوجه مزيان مزيان، وكي ها هو استغل الفرصه انني نديرها حتى ليديا كامل، علاش لا حتى لهاد اليدين هنايا كيكونوا عندنا شي شويه. اعتذر منكم الصونيت كيصوني كما شفتوا معايا هنايا، ها هو علاش لا حتى هاد مشافش كتبان لكم يدي في الشمس ولا ما كتبانش، غير سمحوا لي غير الشمس من جهه. المهم كان الوجه ديالكم كتبقاو ديروا له بحال هاد الدوائر هادو باش هذيك القهوه كتدخل اليدين الوجه عفوا والاماكن كامله في الوجه كما شفتوا معايا هكا. هكا مي هذا راه الوجه ديالكم، ما نتوما تقدروا ديروه الا درتوه في المثال اليدين ولا الوجه عفوا الجسم نتاعكم ديروا فيه واحد القطره ديال الحامض، الحامض كيبيض الجسم. ولا بغيتو غير الوجه اكتفيو غير هاد المكونات هادو. فوالا بزاف عليكم كما شفتوا معايا هنا، تما يكون واضحه وخليوه هكا وخليوه. تقدر تخليوه حتى ل 20 دقيقه، ب 15 دقيقه 20 دقيقه، ما صرا لكم حتى شي حاجه، راه مواد طبيعيه ما غادي لكم حتى شي حاجه للوجه ديالكم. والا كنتو غادي تشوي الحمام ديروه قبل مع شويه الحامض وكملوا، وغادي تشوفوا الجسم كيفاش، وتحكوا تشوفوا الجسم الوسخ اللي كيحيدوا من الجسم والرطوبه اللي من بعد، واخا هما فيه حبيبات غلاضين نتاع القهوه راه كينظف الجلد من الداخل وكيحافظ عليه وكيعطي واحد النعومه والله العلي العظيم الا جربتوه ما غاديش تستغناو عليه. انا غادي نعتذر منكم، غادي ندير نغسل يدي قدامكم باش تشوفوا قدامكم الفرق، مش ماشي غير فوالا شوفوا، غادي تشوفوا كيفاش يكون الفرق قدامكم يبان. انا هذا غير اليد كما شفتوا، راه الجسم الوجه ماشي هو اليد، تشوفوا على راسكم. نحاول ناخذ شي حاجه، سمحوا لي انا خديتها باش نشل ديال بنتي باش نشل اليدي قدامكم وتشوفوا كيفاش كاي اليد كتصبح. نتمنى ان شاء الله تجربوه سواء الجسم ديالكم ولا الوجه ديالكم. اعتذر منكم درت هاد الروينه هادي، نتمنى ان شاء الله تجربوه ونتمنى ان شاء الله تجربوا هاد الماسك هذا، ونكون بدايه ديال الكوماج للوجه، تنظفوه مزيان وتخفوا من التجاعيد، ونبداو ان شاء الله اسبوع جميل اسبوع جديد بوصفات طبيعيه وكتكون في اي دار. نتمنى ان شاء الله الى عجبكم هاد الفيديو، عجباتني ديال البنات. الى عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش ما تبخلوش علينا بواحد التعليق في المحتوى وبارطاج باش الفائده تعم الكل. فضلا منكم وليس امرا، جزاكم الله خير الجزاء، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الى فيديو جديد باذن الله.